اسأل نفسك أخي وأنت في شهر تكثر فيه الدعوات، اسأل نفسك من تدعو ولماذا تدعو وكيف تدعو؟ هل دعوت الله تعالى بقلب موقن بالإجابة؟ هل دعوت الله عز وجل بقلب سليم نقي خالص لوجهه عز وجل؟ أم أنك دعوت بإثم أو بقطيعة رحم؟ اسأل نفسك أخي، هل تعجلت إجابة الدعاء الذي دعوت به ربك سبحانه وتعالى؟ ونبيك عليه الصلاة والسلام يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. وعمر الفاروق رضي الله عنه يقول: والله إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. كفانا أحبتي، حتى في شهر رمضان نجد بعض الناس يعني مستعجلين جدا جدا، سبحان الله القدير. ضاق به الأمر، ربما لم يجد وجبة إفطار كغيره من الناس، ربما لم يجد أحدا يعطيه شيئا، ممكن يحصل لإنسان، ربما ابتلي ببلية، ربما مرض مرضا، ربما هذا المرض منعه من الصوم وهو معذور، لكن سبحان الله يستعجل استعجالا عظيما، كأنه يتهم خالقه سبحانه وتعالى أنه لا يراه، أو أنه لا يشعر به، أو أنه. اتقوا الله يا عباد الله، ولا تستغنوا عن الدعاء أبدا، فإن ربكم تعالى حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه، وكذلك المرأة طبعا، إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا. يقول عليه الصلاة والسلام: اسألوا الله من فضله، فإن الله يحب أن يسأل. لكن المهم أن تربط ما كنا نتحدث عنه سابقا بما نتحدث عنه اليوم، أن تربط الطبق الذي يعني تغذينا عليه في المائدة السابقة مع طبقنا اليوم أيضا في على هذه المائدة. صلاح القلوب مع دعوة خالصة، يرتفع هذا الدعاء إلى من يقول في كتابه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الدعاء وخالص النداء، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم آمين.